A proton and an electron are moving at an instant and shown in the figure. What is the direction of the force on the proton؟ يعني بيدرس البروتون. يبقى أبدأ من الإلكترون أشوف الماجنتيك فيلد عند البروتون فين اتجاهه وبعدين أجيب الفورس. صوابعي مع اتجاه السرعة ألف في اتجاه النقطة اللي بحسب عندها يديني اتجاه الماجنتيك فيلد لو الشحنة موجبة، بس دي شحنة سالبة. مرة تاني، صوابع إيديا مع اتجاه السرعة ألف في اتجاه النقطة اللي بحسب عندها الماجنتيك فيلد ألاقي صبع الإبهام يشاور لبره الصفحة. إحنا الكلام ده لو شحنة موجبة، دي شحنة سالبة، معنى كده إن هو جوه الصفحة. يبقى البي إز إنتو بيج. خلصنا من البي. نشوف بقى البروتون بيتحرك إزاي. بيتحرك يمين، إيديا يمين أهي، إحنا البي ده جوه الصفحة يعني داخل جوه الصفحة وداخل جوه الطاولة. إيديا مع السرعة، صابعي مع السرعة، ألف في اتجاه الماجنتيك فيلد، صابعي يشاور في اتجاه الواي، يبقى معنى كده إن الفورس أهي. مرة تاني، صوابعي مع السرعة أروح في اتجاه الماجنتيك فيلد اللي جوه الصفحة، الإبهام بيشاور فوق للفورس، يبقى معنى كده F is in positive y direction.